وانا بني حواري معاك. اخر سؤال، هنشوفك على الشاشه امتى مقدما للبرامج؟ حمد الله حمد الله، بيني وبين الشاشات بتاعه البرامج دي. خلينا في السيما. في نهايه لقائي بشكر ضيفي الكريم الكاتب الصحفي الكبير والروائي المبدع استاذ ابراهيم عيسى، اتمنى تكونوا استمتعتوا معنا. بشكرك جدا. بشكرك جدا استاذ محمد، واشكر القاهره والناس، واشكركم على هذه الاستضافه اللي اسعدتني جدا، واتمنى يكون محل سعاده عند الناس يعني. بكره